وغير العرب. دخل في الإسلام من العرب أكثرهم من العرب، لأن خاتم الأنبيين اختاره الله أن يكون من أمة العرب. لكن الناس سمعوا بهذا الدين أنه دين العدل ودين الحق ودين المساواة فدخلوا فيه، فصار سلمان الفارسي مثل أبو بكر الصديق، وصار صهيب الرومي كما عمر بن الخطاب، وصار بلال الحبشي كما عثمان بن عفان، وهكذا. القانون الذي وضعه الله في هذا الدين العظيم قانون عجيب، جذب كل البشر عربا وعجما إلى هذا الدين، قانون واحد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. لو جاء الأعجمي الذي هو ليس بعربي وكان أتقى من العربي كان أقرب إلى الله ورسوله. ولذلك لما عرف الناس هذا الدين العظيم، دين يقول على عم النبي صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب، ودين يقول على سلمان الفارسي الذي أبوه كبير كهان النار في بلاد فارس، هو يرعى معبودهم النار، ودين يقول: سلمان منا أهل البيت. لما البشر عقلاء لما يرون ويسمعون ويشوفون هذا كله، خلاص عرفوا أنه دين الحق ودين العدل ودين المساواة، انجذبوا له ودخلوا به. وما توحدت هذه الأمة مثل ما توحدت عندما جاء الإسلام، ما توحد العرب في تاريخهم مثل ما توحدوا عندما جاءهم الإسلام، ما توحد العرب والعجم سوا في تاريخهم مثل ما توحدوا عندما جاءهم الإسلام. الذي وحدهم الإسلام. ما هو الإسلام؟ دين الله. ما هو دين الله؟ المبني على عقيدة واحدة، وهي عبادة الله الواحد الأحد. ولذلك قال الله: وأنا ربكم فاعبدون، يعني كما أنا واحد أنتم يجب أن تكونوا أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. علماء اللغة العربية يقولون إن تدخل على المبتدأ والخبر، تنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها. الله قال: إن هذه، هذه اسم إن، أمتكم خبر إن مرفوع، فهمنا هذا سهل. لكن بعد ذلك قال الله، بعد أن قال أمتكم بالرفع، قال أمة واحدة بالنصب. فلماذا نصب الله الأمة بعد أن رفع أمتكم؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة. علماء اللغة العربية قالوا إن حرف مشبه بالفعل، هذه اسمها منصوب مبني ولكن في حكم النصب، أمتكم خبر مرفوع، إذا أمة واحدة ما معناه؟ قال: هذا حال منصوب على الحال. ما معنى الحال؟ يعني الله يقول: اللائق بحالكم أن تكون كما أنا واحد وأنتم أمة، لازم حالكم يكون أمة واحدة، أمة واحدة. ولذلك جاء بهذا اللفظ الدقيق القرآني العجيب. الإسلام هو الذي وحد هذه الأمة وجمعها على دين واحد.